أما نحط الخبز في كاسة المي السخنة لتبل الناس لتأكل. أمر من هيك حياة ما في. غلا ما بنطق يا أخي، بدي قرص بندورة يا أخي، ما بدي كيلو اللحم من 3 أشهر ما شفته. الله أكبر، الله أكبر. أجور عظيمة قد اقتربت في حملة أضاحي سوريا لعام 1442 هجري لتوزيعها جاهزة كفائر الأعوام الماضية، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من هراقة دم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وأن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. نحن بانتظار تبرعاتكم لندخل الفرح والسرور على تلك العوائل، فلك الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى، فخيرك يدوم. الله أكبر، الله أكبر.